أنه يشرفنا خطواتكم وهي عزيزة علينا. أكيد اللي قطعوا هذه الأميال هم ناس أهل طموح، أصحاب همة عالية جدا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحقق لكم أمانيكم وتصلون إلى ما تصلون إليه. في بداية إن شاء الله رح نتكلم عن المحاضرة التعريفية ونمر عليها مرور الكرام، ونحاول نتكلم كلام شوية مختلف عن ما نتكلم عنه عادة في المحاضرة التعريفية، لأن أنا أعرف أن معي قامات كبيرة وأساتذة كبار إن شاء الله نستفيد منهم، وهم مر عليهم هذه المحاضرة، لكن لأنه معانا بعض الأخوة الجدد فريد يستفيدون من هذه الفرصة ويعرفون الفكرة تماما يعني كاملة من جميع أوجهها. فبسم الله نبدأ بشعار الشركة، مرحبا بكم في ديكسن طريق الصحة والثراء. طبعا هذا الشعار أو هذه الكلمة اللي اعتادت ديكسن تصدرها في محاضراتها التعريفية الستاندر مهمة جدا، كثير من الناس الأعضاء الجدد ويانا تثير عندهم كثير من التساؤلات، لا بل أحيانا في دواخلهم يقول لك هذا كلام فيه نوع من المبالغات. فإذا سمح الأخ الجديد أو اللي تدور في ذهنه مثل هذه الأفكار، أنه مجرد أن يلقي انتباهه أن إلى هذه السلايدات، وإن شاء الله سنقيم الأدلة على هذه الدعوة، فإن كنا صادقين فبها ونعمت. فقبل أن نبدأ، عادة اعتدت أنا حقيقة في المحاضرة التعريفية أسأل الموجودين لماذا أنت هنا؟ ليش أنت جيت؟ أكيد واحد كلمك عن هذه الفرصة قبل أن توصل إلى هذا المكان وقال لك تعال معاي شوف في فكرة، في مشروع، في كذا إلى آخره، وأخذت منها بعض المقدمات. ولو لم تأخذ بعض المقدمات فها أنت سمعت في بداية السلايد الأول قلنا طريقك إلى الصحة والثراء. فيا جماعة الخير، اللي جاي يريد صحة ولا ثراء ولا صحة وثراء؟ الاثنين. ها؟ نعم الاثنين. الكل مصر على الاثنين؟ طيب هذا اختيار جيد وهذا الأولى، لكن كثير من الناس يقولون الصحة أولى، صح؟ لو عندي أموال قارون أنا صحة وعافية ما عندي إيش أسوي، أنفقها في سبيل أحصل على الصحة، صح ولا لا؟ في طبعا إحنا نريدهم اثنينهم، لكن في ترتيب أولويات، الصحة أولى، ولأن الصحة أولى ولأن نريدهم اثنينهم، فأقولكم بصراحة عليكم الانتباه إلى موضوع البزنس أو الخطة التسويقية في هذا السيستم، لأنه من خلال التجربة واللي تعلمنا من إخواننا اللي سبقونا أن اللي يستمرون في هذه الشركة هم الناس الناجحين ماديا. ما ناجح ماديا اسمح لي راح تبقى سنة سنتين وبعدين راح تقول يعني تشتري على المزاج لما الوقت يكون مناسب، لما تكون انت رايح الشركة. لكن الشيء الوحيد الذي يلزمك بالاستمرار في هذه الشركة هو نجاحك المالي. فتريد صحتك، ركز على الموضوع البزنس. بعدين في مسألة حتى يعني نركز أزيد على هذا الموضوع، وتشوفوني أنا راح أمشي بشكل سريع جدا في موضوع المنتجات ومعرفة نقاط القوة مال الشركة، لأن بصراحة كثيرا هذه التعمق فيها بالنسبة لك كعضو جديد ما يعنيني أنا كشخص، إيش فائدتي أنا؟ أثير انتباهكم إلى أن احنا وأن كنا ندعي أن الصحة أولا، لكن بواقع حياتنا هي ليست أولا، هذا الواقع. ما في أحد منا يروح يراجع طبيب الأسنان في زيارة اعتيادية يعني بس للاطمئنان أو زيارة دورية، ما في أحد يروح يسوي تشيك أب. فهذا فليش نغلط أنفسنا؟ لكن كلنا نعم هلا هذا الكلام. كثير من الناس فقدوا صحتهم بسبب إيش؟ عدم وجود فلوس، ما عنده فلوس، يروح إلى أردشه يصبر يتعب، هو يحس بألم ما يروح للطبيب لأنه ما عنده فلوس. فيا جماعة الخير يعني لا تضيعون، لأنه من أسباب تأخرنا وكثير من الأوقات ضيعناها لأنه فعلا المنتجات قوية وشفنا أثر طيب لها، فصرنا إيش نبالغ في موضوع الصحة وملفات PDF والناس ما تقرأ، ترى ترسلها بالواتساب 60 صفحة عن الإسبارولينا وحاط لك. أنا أرسل لهم والله بعضهم أرسل 10,900 مرجع علمي، بحث علمي على جوجل سكولر على المشروع، مين اللي يقرأ بالإنجليزي بعد حتى مو بالعربي؟ ما حد يقرأها يا جماعة، بس كل الناس تدور شغل، ما في أحد ما يدور شغل، آخر الشهر إذا ما دفع الإيجار يرمونه بالشارع،
الناس ما تصبر عليك. فخلونا نركز ايش في موضوع البزنس، ركزوا على موضوع البزنس. كثير من الناس حتى يجون يشتركون يقول يا اخي انا المنتجات ديكسن مقتنع فيها تماما ومستعد وكذا وودي انجح، لكن المنتجات غاليه. اقول له اشتغل والمنتجات راح تجيك ببلاش. الحل كله في شغل، الحل كله في البزنس. تريد تشتري المنتجات عشان عيالك ياكلون احسن اكل وانت تكون في صحه جيده، اشتغل. تريد المنتجات تصير عليك رخيصه لا مجانا تاخذها، اشتغل. فالموضوع كله يرجع عن البزنس. طيب احنا راح نتكلم كالعادة عن الشركة والمنتجات، وبعدين اخر شيء نتكلم عن الخطة التسويقية. فانا راح اتكلم سريعا على الشركة. طبعا الشركة هي مثل ما انتم شايفين ان شاء الله راح ترحوا لها، هذا المبنى الرئيسي في أولستار. طبعا هذا كثير من الناس ترى ما زاروا هذا المبنى الرئيسي، موجود في العاصمة في ولاية قدح. تعرفون ماليزيا تتكون من عدة ولايات، كل ولاية لها عاصمة وحكم فيدرالي خاص، نظام داخلي خاص. فولاية قداح اللي فيها المصنع، هذه الولاية عاصمتها اسمها أولستار. هذه العاصمة فيها المبنى الرئيسي لديكسن. أما المزرعة والمصنع فهذا موجود على حدود تايلند، في منطقة نائية ترابية حتى ما ممهدة، لأن منطقة مزارع، وهي هذه عادة اللي يزورونها الأعضاء. لأن احنا صار فينا مقلب أول ما رحنا مرة للشركة وما كنا نعرف، واخذنا تاكسي نقول له ديكسن، والله شالنا وحطنا عندها نشوف بناية وين المزرعة وين كذا. فواحد ينتبه انه هذا طبعا احد المصانع الكوفي في المزرعة. شعار الشركة يعني مثل اي نادي ملعب، أي حطوا لهم لوجو يريدوا يقدمون فلسفة العمل فيها. طبعا هذه باختصار بدون تطويل وكلام كثير، انهم اختاروا ثلاثة الوان اللي هي ترمز الى الطبيعة، الماء والخضرة والشمس. يبدي يقول لك ان منتجاتنا طبيعية. طبعا الشركة تأسست عام 1993 على يد الدكتور ليم سيجين، واليوم هو حاضر معنا. زين، هو ماليزي من أصول صينية. طبعا احنا لما كنا نسمع المحاضرة في دبي نستغرب ايش دخل الصين في ماليزيا، لما جينا هنا فهمنا الوضع ان البزنس هنا والاقتصاد كله ماسكين الصينيين. الشركة طبعا تنتج وتسوق منتجات العناية بالصحة العامة، ويدخل الجانوديرما هو المكون الأساسي فيها. يوجد في الشركة 6 مليون بحسب ما أعلنت الشركة عضو الموقع الرسمي، ومنتجاتها وصلت لأكثر من 170 دولة. طبعا فروع الرسمية موجودة في 54، واضح؟ طبعا 170 الباقي كيف؟ هذه دول وصلتها المنتجات لكن ما فيها فروع، وصلتها المنتجات لكن ليس فيها فروع، ومنهم أستاذنا الفاضل مراد. يعني الان الى الان ما في، وفي فرق كبيره هناك موجوده يعني الان في طبعا هذا الدكتور ليم هو بالاصل ترى مهندس، بعدين درس في الطب البديل في الهند واخذ وصل الى الدكتوراه، وحصل يعني دكتوراه في العلوم والادويه البديله في عام 2002. للشركه فروع كثيره حول العالم، اللي يتصفح هذه الفروع يحس انها مغطيه الكره الارضيه تقريبا. دائما انا اقول لاعضاء يعني قد يتبادر الى ذهن المتلقي، وانا ايش فايدتي؟ ان شاء الله عندها فرع بكل مكان. فائدتنا ان هي تقدم لنا سبورت عالمي. مصلحتي من موضوع ان الشركه عندها فروع ان كل فرع من هذه الفروع هو يخدمني. بامكاني انا ارسل ناس واسجل ناس في هذا المركز واشتري والى اخره. اذا هذه نقطه ترى مهمه يا اخواني، ترى انا تابعت كثير من الشركات، حتى احد الاخوه ايضا من السعوديه جاء مره يعني في شركه ثانيه مسجل ويبحث عن منتج من منتجاته، فصرنا ندور. لما رحنا سالنا حصلنا هذا الاخ المندوب هنا، بعد ما سالنا لقينا طبعا شقه في بيت، قال لا يمكن الا ان تسوي عضويه جديده هنا او تشتري تحت عضويتي. طيب يا رجال انا مسجل في السعوديه، قال لا هذا في السعوديه تشتري في السعوديه، هنا لازم. ولذلك كثير من الشركات يسوون هذا السيستم، حتى لأنه ترى معقد أنك كل دول العالم وكيف تحسب. ولذلك كثير من أعضاء ديكسن لحد الآن ما فاهمين شغلة الأس في والبي في وليش يختلف، لأن كل دولة لها سعر وقمارك وضرائب وشحن، فأكيد السعر ما راح يكون متساوي في كل الدول، وأكيد الأرباح ما راح تكون متساوية في كل الدول، لأن السعر راح يختلف، لأنه كل دولة لها عملتها ولها ظروفها. حتى الإيجار هذا كم يكلف في السعودية، كم يكلف في الإمارات، كم يكلف في هذا، كلها تختلف، ولذلك على أساس هذا تختلف الأسعار وتختلف الأرباح. فديكسن يعني بصراحة شيء معقد بالنسبة للشركة، لكن هي بالنسبة لي لا شغلة حلوة،
أني أنا أقدر أسوي في 170، لا والله الكرة الأرضية كلها. الآن إحنا قاعدين نسجل أعضاء في دول حتى ما فيها فروع، لكن اللي فيها فروع هذه خلاص يعني جاهز العضو بس يروح اللهم يشتري. ولذلك من هنا أكبر جريمة يسويها العضو في ديكسن في حق نفسه لما يبدي يشتغل ويفكر بس منطقته ومدينته. صح هذا الأسهل، بس أنت ليش تضيق دائرتك وهي أوسع؟ أنت عندك العالم كله، اشتغل على العالم كله. طبعا أنا الشركة وشركتنا شركة متكاملة تمتلك المزارع والمصانع وكذا، ونرجع نقول إيش فائدتني أنا يعني أنا كعضو إيش استفاد من أن الشركة متكاملة؟ لأني راح أحصل جودة عالية وسعر منخفض، وهذا يعرفون اللي يشتغلون بالبزنس لما ما يكون في وسطاء، يعني ما في شيء سعر يرتفع، الغش راح ينتفي، لأن ما معقول أنا غش على نفسي. تعرف لما يكون المزارع إيش يصير هو عادة، كيف ترتفع الأسعار؟ المزارع يحسد صاحب المصنع يشوفه قاعد يبيع كثير، يقول لك أنا صاحب الخام المادة الأولية وهذا قاعد يربح يحقق أرباح وأنا ما مستفيد، يرفع وهذاك يرفع، وآخر شيء من يطيح فيها المستهلك. لكن لما أنا صاحب المراحل هذه كلها من البذرة إلى أن أوصلها إلى يد المستهلك الأخير، أكيد راح أراعي السعر التنافسي سعر السوق، راح أراعي هذا الموضوع. ولذلك أسعار دي إكسن حقيقة أسعار منافسة جدا قياسا بمثيلاتها. وابحثوا لو تشوفونها أسعار أحيانا صدقوني بدون مبالغة تجي إلى العشر، يعني أنا شفت بعض المنتجات 10 أضعاف سعرها. نادرا ما أحصل منتج إذا يحمل يعني مثلا سبايرولينا أو كورديسبس، لأنه في شركات كثيرة هنا تشتغل فيه أقل من سعر ديكسن، وإذا حصلت أقل من سعر ديكسن يعني أنا بحسب يعني توقعاتي أنه أكيد في مشكلة، يعني مو نفس الجودة. تعرفون أحيانا حتى الأحواض اللي تنزرع فيها ممكن حد يفتح الباب الأخوان بس أوكي. طيب فهذه فائدة، ترى فرق كبير جدا لما الشركة تكون متكاملة، فرق كبير جدا يكون بالسعر وربح قوي كبير جدا هامش الربح كل الشركة، في الطرفين يكونوا مستفيدين لأن ترفع من عدة مراحل، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك أنا إلى الآن أذكر الدكتور ليم كانت له كلمة في غرفة تجارة صناعة دبي، جانا أيام الأزمة المالية أيامها كنت في دبي، وكان يتكلم قال إحنا ما لنا علاقة في الأزمة المالية ولا يمها أصلا، ما عندنا شيء أحد نتعامل معه برا، لا عندنا مدين ولا كذا ولا أحد ناخذ منه مادة دولية، وإحنا شغلنا يعني كله من مزرعتنا وإلى مستهلكينا، ولذلك ما ضرر ولا في عندهم ديون ولا كذا. طبعا الشركة لها أهداف أنها تكون رائدة في مجال الصحة، ولذلك تشوفون ما اقتصر على المنتج الرئيسي اللي هو الجانوديرما، حصلت على شهادات عالمية مثل شهادة الجي ام بي من استراليا وشهادة الايزو، شهادات قوية جدا. طبعا هذه أحد أهم الشهادات اللي حصلت عليها الشركة، كون يعني قام مثل هذا الرجل اللي هو باني نهضة ماليزيا، هو يروح هناك لهذه المزرعة ويلبس الكاب مال الشركة وحاط اللوجو، فهذه ترى يعني مو سهلة، يعني بالذات الدكتور مهاتير لو تقول لي رئيس وزراء ثاني أقول لك معلش، لأنه هذا ما ممكن يعني إحنا عندنا بالعراق نقول يضحك عليه المسوجين أو يعطي فلوسه ويروح سواد عيونه مثلا، فهذا ما ممكن، ما راح إلا يريد يبعث رسالة أنه يا جماعة أنه ديكسن تعني شيء بالنسبة للاقتصاد الماليزي. ورسالة ثانية للي يتهموننا في قانونية الشركة ومشروعيتها، أن هذه الشركة تمتلك وضع قانوني قوي جدا، بحيث رئيس الوزراء اللي هو يمثل رمز من رموز ماليزيا هو بنفسه يروح يدخل المصانع هناك ويصور. فهذه طبعا تعرفون أنتم وزير الزراعة اللي هو نائب رئيس الوزراء هو بنفسه راح افتتح فرع دبي قص الشريط، يعني حتى المهندس حسن الكثير يقول سألته قلت له يعني في البروتوكول معروف انه ما يعني يا اخي سفير موجود قنصل موجود، ما قال رفع المعجون قال له شوف هذا ايش مكتوب ميد ان ماليزيا، خلاص هذا سفير ماليزيا العالم كيف ما اجي انا، يعني الان موجوده في كذا دوله وقاعد تمثلنا احسن تمثيل، ليش ما ندعمها؟ وهذا سر نجاح هذه الدوله اقتصاديا، ان المسؤولين يهتمون بالاقتصاد ويعتبرونه يعني من مظاهر القوة بالنسبة لهم. طبعا إلى هنا احنا خلصنا التكلم عن موضوع قوة الشركة، إذا أريد نتكلم
والكلام يكون من عندكم أنتم. أسألكم من خلال هذا الشرح، إيش أقوى ملمح من ملامح القوة رأيته أنت في شركة ديكسن؟ إيش تشوف؟ خلي السلام عليكم. بصراحة قوة الشركة وعرضتها وعمق تفكيرها، الشركة فيها عمق تفكير قوي. عجبني بالشركة طبعا قوة منتجاتها وقوة نظامها المالي التسويقي. تمام. أنا في الحقيقة كل مرة أستمع المحاضرة من الشيخ أكتشف شيء جديد. سبحان الله. أنا هاي مرة شفت إنه أنا أسمع كثير من الشركات تسويق شعبي أو تسويق البيع المباشر، فتجد إنه رؤية حاطط أكبر شركة تسويق في العالم في كذا، فالمسجلين حاطط أكبر شركة لزراعة الكرم، فرؤية وقيمة فيها قيمة صحية، كأنه يروح مباشرة إلى الصحة، فهذا اللي لمسته. والله انتم مبدعين. انا كل مره استفيد، ترى انا في هذه بعض الاحيان من الشغلات الجميله اللي استفدتها من الاخوه في المحاضره التعريفيه، يا اخي يضيفوا لك قيمه احيانا انت ما منتبه، لانه القاعد احيانا في تخصص اعلى منك. اكيد احنا تخصصات ما يعني البشر ما ممكن الشخص يجمع كل العلوم. فمره كان واحد مهندس قاعد واثار انه منتبه على الشهادات مركز، قلت له ايش عجبك؟ قال لي يا اخي عجب اللي مدوخني، انت قلت تاسست 93. قلت له طيب. قال يا أخي بال 95 ما أخذ الآيزو، شركة الآن متأسسة خلال سنتين أخذت الآيزو. قال أنت ما تعرف بعض الشركات الكبرى. ومرة كلمني أبو هاني اللي هو رئيس شعبه المعايرة والمقاييس في بلدية دبي، مهندس محمود تعرفه مسؤول تدريب عالمي، يقول إحنا في دبي، وتعرفون بلدية دبي تعتبر يمكن من أرقى البلديات في العالم العربي، يقول سنتين يلا قدرنا نحصل الآيزو. فأنت شوف القيمة اللي موجودة في هذا الموضوع. طبعا من ينتبه لها؟ صاحب التخصص، ولا احنا تمر علينا عادي ايش مدرينا ايش. ونفس الشيء مرة دكتورة دخلت في الشركة لين شافت شهادة التي جي اي من استراليا، قالت هذه ومن استراليا، واللي هي اصلا شركة يعني دولة مو سهلة في مسألة الأغذية التكميلية والطب البديل، يعني تعتبر من الدول الرائدة. انت عندك 3 دول بالعالم، امريكا المانيا استراليا، هذول الدول حتى سنوا قوانين خاصة في هذا المواضيع. فتجيك استراليا وتنطي شهادة حكومية على فكرة تجي إيه من وزارة الصحة، وإيش الشهادة؟ إدارة سرعة العلاجية. يعني أنتوا قاعد تديرون وتصنعون منتجات ديكسن بطريقة تشبه طريقة وتصنيع الأدوية من حيث السيفتي والنظافة والأمان والكذا فهذا الدكتور لما ينظر لها يشوفه في شيء كبير جدا، مو مثلنا احنا ما ولا يمنا الموضوع. فهذه يعني أحيانا واحد يستفيد منها من طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد القادر الشيخ. ايش استفدت من هذه الشركه وايش قوه هذه الشركه كعضو جديد وبعدين دخل الشركه الحمد لله لي 1.5 سنة؟ مصداقيه الشركه، بحيث انك انت بتاخذ المنتج وبتلاقي اللي بيقولوا لك عليه من ناحيه صحيه من ناحيه ماديه، هذه استفادتك منها. الامر الثاني انه بتاخذ ارباحك مقارنه بشركات بزنس انا كنت فيها، انك انت هنا بتاخذ ارباحك كاش، ما بتاخذه عن طريق تحويل بنكي، وهنا ساعات بتصير فيها بعض الخلافات وبعض الامور المختلسه، ياخذ الاموال منك ما يديك اياها، فهنا بتاخذ مبلغ الكاش من اي مكان في العالم. هذه يعني كمصداقيه للشركه وقوه الشركه في هذه الامور. السلام عليكم. يحيى النهدي، لي 1.5 سنة تقريبا، فالسيستم قوي جدا من خلال الشركه، هذه مريحه صراحه، وقوه نظام الشركه ايضا. واللي بصراحه ما شاء الله تبارك الله من ناحيه الانتاج المزرعه والعنايه فيها والهاتير ما شاء الله واقف على الشركه نفسها ما شاء الله، هذا اداني قوه واداني صراحه حافز اني اكون مستمر مع الشركه هذه. والله يوفقكم استاذ. يعني شوف انتبهت الدكتور عبد القادر يعني يقول لك انا المصداقيه، استاذنا الفاضل المهدي يقول لك انا والله الوضع القانوني، يعني الشيخ الدكتور مهاتير بنفسه واقف عليها. فهذه يعني من مظاهر القوة. لذلك انتم شوفوا هذا ايش تستفيدون منها. بعدين لما نيجي نتكلم ويا اشخاص، مو دائما انا اقدر اوقف اسوي محاضرة ساعة ونص ساعة،
احيانا انا في المصعد ثلاث دقائق دقيقتين عندي في باص متقابل معه، كيف تختصر الموضوع؟ تركز على نقاط القوة، لازم تحفظونها اخواني. انت عندك نقاط قوة كبيرة جدا، الوضع القانوني، عمر الشركة، سعة الانتشار الجغرافي، والاعضاء ايضا مو بس جغرافي، يعني هي تغطي العالم وفي 6 ملايين عضو، ترى 6 ملايين عضو ترى تعداد دولة، ها والله العظيم الدول الله يستر شلون ف 6 ملايين اخوكم محمد نوح اعطى بعد كبير لي 6 شهور عن الشركة. طبعا صحيا بيزنس او كذا استفدت كثير من المنتجات من الناحية الصحية، من الناحية الصحية استفدت كثيرا من المنتجات من ناحية السبريشي السبرلينا تمام اكمل اكمل انا اسمعك. فوجدت يعني تغير كثير يعني من الناحيه الصحيه. نعم جدا تغير يعني. تمام انا نسيت اوزع الاقلام. من الناحيه الصحيه طيب استعمل الفاضل بعد ما معكم المهندس ياسر الخواتم. هي 6 شهور في الشركة صراحة أنا في البداية ما توقعت إني يوم أنا أسوي في دي الشركة، بس صراحة لما شفت إنه مصداقيتها وقوة الشركة وبالذات اللي هو نظام التسويق للشركة، يعني حالة إنه ميزتها إنه هذا مناسب للكل سواء الدخل المحدود أو الدخل عالي، يعني ينفع للكل. فوق هذا إنه غير إنه لا دخل لا فائدة صحية كبيرة، وهذا شيء جدا ممتاز وان شاء الله باذن الله ذات خير وبركه باذن الله. نعم نعم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد راح تجينا الدره الكبيره. والله يا اخي الدي اكس ال حيرتني حقيقه، كل ما نظرت في انظمه الدي اكس ال حقيقه عمل كبير جدا يقف وراه يعني عقليات غير عاديه وايضا جهد غير عادي. نعم. يعني مثلا انت ذكرت النظام المالي الان، هذه من الاشياء المحيره جدا انه العمولات تتوزع، يعني مثلا عضو واحد عنده مثلا 10,000 عضو قاعدين يشتغلوا حول العالم، كيف يعني ايش الجهد الكبير في عمليه التوزيع هذه توزيع الارباح، لانه يدخل في ذلك الجمارك ويدخل في ذلك النقل والاسعار تختلف من دوله لدوله، بعدين بيطلعوا كل عضو من ال10,000 واحد يطلعوا له انت كم عمولتك نسبتك من الدوله دي ومن المبيعات في هذا المكان، فحاجه يعني محيره، يعني العمل كبير جدا. والميزه انه يوم 8 في الشهر الجديد تنزل كل 6 ملايين عضو تنزل عمولاتهم يوم 8، معناها عمل يعني انا من الاشياء المحيرتني حقيقه في الاكسل هذا الموضوع. الله يحفظك. أنا قايل راح تجيني درة الآن. والله فعلا تعرفون أنا أطلع الكشفي وأنا يلا 4,000 مثلا دولار وقاعد أشوف، طبعا في أعضاء عندي في تركيا، في الحمد لله الآن في أستراليا وكندا، وفي مثلا في البلاد العربية في العراق وتشوف مثلا خصوصا الليدرشيب بونص، يعني عمولات القيادة حاسبلك إياها كل واحد على جهة، لما تيجي تريد تقرا الكشف حقك تدوخ، فما بالك انت هذا عضو واحد ملايين، يعني شايف كيف من جهد. طبعا هو في سيستم في نظام اللي يوزع، مش محاسب قاعد يحسب، بس برضو في متابعه. انا حتى احد المهندسين كان يقول لي نفسي اشوف اللي صمم هذا السيستم، وهذا نوت وركر صار له 14 سنه يشتغل في شركات اخرى حقيقه، هو لحد الان ما سجل، والرجل راح اشترى المنتجات على اسمي من استراليا من هناك، يقول لي انا بس نفسي اشوف. قلت له ليش؟ فيقول لي يا اخي لو اشوفه والله الا اقبله من راسه. ايش من عقل هذا؟ كيف طبعا قاعد يكتب على الضغط الديناميكي، يقول كيف فكر فيها تكنيكال، بس كيف قدروا يسوونها انه اذا في الجيل التسعين في حاله انه اذا تغيبوا هذا راسا يصعد وتنحسب لك عمولات في الجيل الاول. يقول هذه الشغله، يقول يمكن انت ما تعرف بلايتي، هو مهندس، يقول لو أريد أسويه هذا يراد لي شغل كثير، يعني كعمليات حسابية وأكواد وكذا، بناء كسيستم شغل معقد، هو يقول بهالطريقة. فأنت شوف يقول بس كيف فكر بها هذا الشخص، يقول شيء رائع. يعني الخوات يحبون يعلقون ولا طيب؟
إذا أنا المنتجات ما يحتاج أتكلم عنها حقيقة، منتجات بس في شغلة حبيت أقولها يعني تعليق على كلام الأخوة، من العبارات أيضا اللي عجبتني اللي سمعتها من أحد الأخوة لما سمع أنه لم سوجين جلس 10 سنوات حتى يفتتح مشروعه. طبعا 10 سنوات يا أخواني طبعا تعرفون في 38,000 نوع، 2000 نوع فقط يعني 36,000 نوع أغلبها سامة وخطرة. حتى بعض الدكاترة المختصين يقول لي أنتم كيف تتأكدون أنه هذا، لأنه ممكن في مرحلة من المراحل يتحول إلى سام أو كذا، لأنه الفطر خطر أغلبها سام أصلا، كيف أنتم؟ فقلت له مركز أبحاث موجود هناك. قال أخواني يعني ضروري واحد يأخذ معلومات عن الشركة، وأنتم إن شاء الله رايحين في الشركة مركز أبحاث يراقب المنتجات بصورة مستمرة، وكل ما تطلع دفعة تروح لعينات، ويقوم أيضا بتحديث وإضافة منتجات جديدة. يعني أنتم ملاحظين منتجات قاعد تضاف بين فترة وفترة، كيف تضاف هذه؟ بناء على أبحاث ودراسات. ترى لمسوجين حتى يأسس الموضوع بس على الجانوديرما جلس 10 سنوات. خلي واحد منكم يفكر أنه مين عاقل يقعد يصبر سنة يفكر حتى يأسس له مشروع. يا أخي شهر شهرين 6 أشهر إحنا نقعد على بالليل العشاء بالقهوة، ولا ثاني يوم الصبح يلا توكلنا على الله. 10 سنوات جالس يشتغل، ويشتغل بحث علمي. ها يعني عثرت على بعض القصاصات أنه قاعد يجرب بالدجاج والفيران وكذا حتى يطلع لك من 200 نوع اللي عليها العالم شغال صار له 100 سنة أبحاث طبية وكذا، يطلع لك من 200 أعلى 6 أنواع ويجمعها كلها في منتج ديكسن. بالمناسبة كثير من الأعضاء ما يعرفون أن 6 أنواع مجموعة، لما يقول لك ريشيليوم 6 أنواع مجموعة فيها، واضح؟ فهذه القوة في ديكسن، يعني هذه القيمة. يعني بعض الناس هم قبل أيام يكلمني دكتور بالكيمياء مختص يقول، هو طبعا يدرس في كلية الطب عمان، أستاذ هو تخرج من هنا وسجلناه معنا وما أدري راح غاب هالأيام تنشط، فيتصل لي قال يا أخي أنا عارف إخواننا الشوام والعراقيين شوية صعبين، إذا اقتنع بعدين اتركه خلاص، بس بالبداية يذيك. فقال أنا يا أخي بحثت على الإنترنت وحصلت في بيعون بالصين الكيلو ب$10، إيش هذا أنت؟ قلت له روح شوف خذ هذاك، إيش نوعه؟ إيش اسمه؟ ما يعرف. بالنسبة يمكن يطلع من الأنواع السامة بعدين. طيب نتكلم إذن، طبعا هذه من مراحل النمو، عمره 18 يوم وبعد شهرين، والشركة هذا أيضا من فوائد أن الشركة مكونات الجانوديرمالوسيديوم، هذه المكونات العلمية وهذا الموقع.